بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم أما بعد، وما لنجمع صلاة عصر دبيت بين شوقنا ورمضان وصدحية لباتن سنة هجرية وكرة فربغولية لحية صدن، وحين الله سبحانه وتعالى ويدي سنينا إنه إنقا أقبل صونتا وإنقا أقبل صلاة وإنقا دقو كو الله سبحانه وتعالى وكحريي نارت وكحريي، اللهم آمين. وحين كلمتك ورنينا آيات إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسو كليهي، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. آيات سوين وحوغا إستول تاقي دونا معاني دا كسوغن الله مركصو ورمي ضدك وناكسن مؤمنين تا إلهي أطيعسن. وحيا بهلو الدياري ونعمتا، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعمت يا برواقدا يا جندا إلهي سبحانه وتعالى ودياريي ددك مطيعين تا إلهي سبحانه وتعالى أطيعي، الله حليه في ذلك نعمت يا خيراتك، فليتنافس المتنافسون. هو برتمين هو برتمي يا ربا إني خيرك قاران، هو برتمين روح الله دقدو أي الله سبحانه وتعالى لي تنافس كوحال لي. هذا أصل كيسو سائمة اللغة المامين، أصله من الشيء النفيس، شيء غالي أبا لي هذا، الذي تحرص عليه النفوس فيريده كل واحد لنفسه، شيء قيمة أبدا غالي النفو لباي ربطوين يهشو أي وحال لي هذا تنافس كالك سكيم والك أصل كيسو حلاك كيري شيء نفيس كاه. وعليه صاحب اللسان العرب ابن منظور كتاب كيسا وكقاه الله مارت إريادة أما كلمات كاللغة العربية، نافست في الشيء منافسة ونفاسا إذا رغبت فيه على وجه المباراة في الكرم. عليه معناها وان برتبي شيء أسبان منافسة كسمية معناه دو عويا مركات شيء محام كولا هذا الدون يساعد وعد كله كل بر التمية وحي هناك سناء داغضة هاي في غناء شرفتها هذو كل بر التمية مركات سمي سايا لأن نافست في الشيء مركات صحو كان حديث كي رسول قولها أخشى أن تبصد الدنيا عليكم كما بصدت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها. مركات عويا أي مدى تفاسيرتنا إمام الطبري ابن كثير يو لما أنتو معناها أنه عاصي مريا أي فليرغب الراغبون، وإلى ذلك فليتبادر المتبادرون في العمل. يعني هو برتمين ضدك برتمي رب خير كيني قالان عملك هو برتمين وهو دقدقين أيام عنو صعدة قرآن كمركا أرقى ليلة دو تنافسك أما المنافسة وحالة معناه قرآن كان كيمي المسابقة واستبق الباب فاستبقوا الخيرات وحكيم المصارعة وصارعوا إلى مغفرتنا لأوليه سبحانه وتعالى.
أهميّة مركا موضوعاً إن لا تنافسه خير كلو برتمو وضدكو أي خير كلو برتمان أرنتاس أهميّة وين بيلد وجوده ورأيه وكي يغينا وامده كواده وحوياً واصفاتك ضدك أنبيضاء إلهي سبحانه وتعالى وحيودي أدونك وصوت ديري وتلمان إليهين إن خير كلو ديريان إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وكان الله سبحانه وتعالى مركب هاي هاين تدودك دقا خيراتك أو ماشي وناك يا لوردن يقا يودي رنش روار رسول شيء أنبياء إلهي صادري خلقي سنة ودورتي ملايكتا يا وحيتا إلهي كو أماني أو كدارتي سفا إليهين أو دك دقا خيرك فالسابقات سبقا هو ودارين يا بني آدم هو ودارين يا خير يا عملك ونعكسن وملائكتي يقول أرنا يا الله سبحانه وتعالى سكر هذا نقول نوح نرنك الرأوا مطلب شرعية إن خير كله برتمو ووح ونعكسن لا داريو وشيء شرعة أي طلبتي سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدة للذين آمنوا بالله ورسله إلهي وحده سبحانه وتعالى ودهريا ودك دك الدم دافك وأسباب تي الدم دافك كويل إنسان لا يمات توبضة نصوحة إلهي لا صار نقضه حمان طلقة ديرادو استغفار تي توب الدم دافك وإلهي سبحانه وتعالى لو يديستو سابقوا إلى مغفرة الدم داف ودك دك هي جنة بل عيد يا سماوات يا للك بل عيد ليك ياي أي إلهي إلهي سبحانه وتعالى ودك دقا ومعنى يدوح اللوجه دا إن لقد دا العمل كصالحة إيوح إلهي سبحانه وتعالى رالق لنيا إيه جندا لقوه إليه وعباده لو ناتشيه إحسان كمخلوق ولو ناتشيه الرماء صلبه وحين غنيسا وعيابها جندا لقوه إليه دك دقيدا وعكمد آيات من آخرين وموضوع عيوان كيسوه وفي ذلك فليتنافس المتنافس والسكبه الرئي إن لو دق دقو الله إسكت ضربي منافسة إيا بردك وعنا خير لو بردك فاستبقوا الخيرات خيرات كي يو عماش ومناكسن يعني أكرا ديري يو بردتما وناصر السعيد في التفسير كيسا كل إياي فمن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات فالسابقون أعلى الخلق درجة كوا أدونك مركز تشوغان خير كأودك دقية كواس با آخرنا جنة ودك دك يو ديرين ايا مركا كواس سابقين تاي وحوهيان خلقك كواس درجة سرية ويان بولي شاقو مركو هيدا معنين اي وحينو كرورا كرا وحوهيان خير كو اللو برتمو لو دير ايو ودردارا كي نبي الله محمد صلوات الله وسلام عليه حديث كي ابو هريرة في صحيح مسلم كسو كان ابو خاربا واتين وانكي فقراء المهاجرين تو يقول دعوة أي ما دين رسولك صلوات الله وسلامه عليه وإذا دين ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ورهم فضل من أموال رسول كلاه ونمنك ما القبين كاها مسلمين تكمدها نمنك أسي وإنك ديريين وجناتك سرائي درجاتك سرائي ينعموينك برواقوينك دائم كاها أي نغد هرين وايو ويتوكنا ينسان ويتوكنينو ويسوما ينسان ويسومينو وحيستليهين حوالا ديارات ويهيستانو يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون حوالا يهيستان أي كحجين ايان ويصدق ديسان ايان ويكو جهاد ايان أنه نحوالا ما هيسانو مركزان رسولكم حكولي صلوات الله والسلام عليه ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ورمين تسا شيء أتكو قاليسان عدين كده يا ريسي وأتكده يا رينيسان كويد كدن بيوان عد حابد كسو قاد دون ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم وأحد نايد الله مدهان مايو قفوحة سميسين سمي مويان عدنا إذن الله مدهان ميس حق فضلك يوناغا قف أرنتا سوكلا سمي ما ينتصار نكاس بكويل قالوا عيدا دين بلا يا رسول الله رسول كلاها نوشك
waxaan ku gaaray naragii naga dheereeyay cidka ay soo gaari doonin markaas wuxuu yiri tusabbixuna wa tahmaduna wa tukabbiruna خلف كل صلاة 33 مركا الرسول كيري وتصبيح سنة إنسان سبحان الله أي أصدع يصدون شارون إنسان الحمد لله أي أصدع يصدون شارون إنسان الله أكبر أي أصدع يصدون شارون إنسان صلاة هذا بدودة رواية قاركوت تكبيرته أفر يصدون يتابع شاكتي عين كاس أي أصدع إنسان برسول كيري عيدنا مركا إذا كان يرين ميسو لمن كي تجارتها arintii bay maqayno waa sabeeyeeno iyagoo mar labaad dacwaa nimankii fuqarada ahaa ayaa mar labaad rasuulku ku soo noqday rasuulkii ilaahow nimankii aqniyada ahaa warkii way maqleen waxaad noo sheegtayna way ku dhawaaqeen wali xoolahoodina dee waa haystaan waa la baxay macnaheena dhaaf ilaa calay nin waxa samaysayeen oo kala sameeyay mooyaane waxa weeyaan cid ka walba waa ka horeynaysaan markaa rasuulku wuxuu yidhi ka fadlullaahi yuutii man yashaa kaas waa dheeraadka ilaahay oo cidu doona uu siiyo marka waxa weeyaan musaabaqada iyo baratanka rasuulku waa sugay oo waxa kaga dheeraysan wuxuu baray marka adkaarta iyo awraadaas uu baray si marka loo degdego camalka wanaagsan oo ragga kale looga dheereeyo waa dardaarankii marka rasuulka salawaatullahi wasalaamu calayhi baratanka khayrka loo baratamo wuxuu keenayaa himma caali ah oo kuwii caajisay ama wahsaday ama gaabinayay waxay keenaysaa arrintaas isku baraarujinaysaa inuu fadhiga ka kaco oo isku dado inaanu khayrkii ka hadhin inuu ka dheereeyo mooyaane tanaafuska khayrka loo baratamo wuxuu bannaanka soo dhigayaa waxyaabaha ragga ku qarsoon caasimada iyo go'aanka iyo firfircoonida iyo dadkii marka la baratasiiyo waxa waa la soo kala baxaya wuxuu ila kala dheere ordsa maaha dadku waa kala dheereeyeen laakiin arrintu orod maaha si kale loo kala dheereeyey waxaa soo baxaysa markaa yacni waxa weeyaan firfircooni badan rag badan wax ku duugnaa ayaa soo baxaysa oo rasuulku salawaatullaahi wasalaamu calayhi maalin maalmaha ka mid a iyadoo yowm uxud jihaadkii la joogo ayuu seeftii intu kor u qaaday buu yidhi man ya'khudu haada man ya'khuduhu minnii kaayaa iga qaadanaya aniga seeftaa oo ku jihaadaya markaasaa dadkii gacmaha soo taageen oo nin waliba isdaalaylee seefta qaado aad ku jihaadiyeen markaasuu wuxuu yihi rasuulku faman ya'khuduhu bixaqihi yaa ku qaadanaya xaqiisa xaqiisa oo sidii la rabay intuugu jihaado cadowga la dagaalamo ilaa maxaanku uu jebiyo ama uu dhinto oo ama nasri ama shahaadu aan waxba u dhaxaynin macnahaasaa markaa xaqiisa yaa oofinaya markuu yidhi markaasa axjama alqowmu qowmkii markaa waa maageen oo arrintii dib bay uga gurteen mar haddii la yidhi xaqiisa yaa gudanaya hawsha hawl sahlan maaha waxaa soo baxay abu dujaana saxaabigii loo yeeyay simaak ibnu kharasha markaasuu wuxuu yihi rasuulka ilaahow ana aakhuduhu bixaqi aniga xaqiisa yacni maaragtay ku qaadanaya oo ku oofinaya markaasuu xadiidku wuxuu leeyay faakhadahu fafaraqa bii haama almushrikiin markaasuu madaxa kaa garaacay maaragtay nimankii gaalada ahaa oo si fiican u laayey oo jihaadkii uu meel fiican yacni wacdara muujiyey taas waxay ku tusinaysaa dee marka dadka baratan la geliyo waa la soo kala baxaya waa marka tanaafuska iyo khayrkoo loo baratamaa macnahaasaa ku jira in la soo kala baxo rag la helo macaanku ilaahay subxaanahu wa tacaala diinkiisa naf iyo maalba uuraya waxaa kaloo aynu tanaafuska ahamiyaddiisa waxaa ka mid a haddaan la degdegin oo ninku jaaniska u haysto qofku aan hore ugu dheerayn waxaa soo socda waxyaaba cawaa'iq ah waa naftaadu cumrigeedu waa kooban yahay intaad nooshay way kooban tahay oo geeri baa soo degdegaysa oo iman doonta waxyaa badan oo qofka mashquulin doona oo xilligaad jaaniska haysto kaa mashquulin doonta ayaa laga yaabaa inay kugu yimaadaan saa darteed baa waxaa lagu amraya inay degdegto khayrka u degdegto oo haddaad caafimaad qabto waxaa soo kadinaya cudur baa soo kadinaya oo haddaad firaaqo hadda haysato inshiqaal iyo wax ku mashquuliyaha soo kadinaya oo waxaa dhici karta fitan iyo xaalada culus inay kugu yimaadaan marka wakhtiga aad firaaqada haysato baa waxaa la rabaa inaad ku buuxiso camalka daacada ee khayrka ee la rabo inaad u degdegto baadiruu bilacmaali asaalixati fasatakuunu fitanun ka qicai llayli lmudlim
يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا ورسوله كل صلوات الله وسلامه عليه. وردك دقا أعماش الصالحات في ونواكس ردك دقا وأي وحيمان دون تفتن يعني سيدا أي قارب قارك لو وضب إيمان يسوه أدنو الذهبين كقبل الذي سمك دقا وإسكتب إيمان أي قفك وحلق إياه بأيون وابريس إسوه مؤمنة وحلق إياه بأيون قارب إسوه قارة وحلق إياه بأيون وابريس إسوه قارة وحلق إياه إنو قارب إسوه مؤمنة إلى آخره مركا وحويا حالده وحال أدق أو وحكوصة سعودة غيب كا مستقبل كجرر ميسد سادرت با جانس كذا يسطو أي وحل الدنيا إن أدودك دكتو خيرك بادر بخير إذا ما كنت مقتدرا فليس في كل وقت أنت مقتدر علودك دكبول خيرك أنت دوادي الله أنت ضوح كاركرتو وأيو وقتك استوى ما كاركرتيد حل هذا مشغول طاي حل هذا أنا هوشن قبان كرينين حل هذا عضي حل هذا جبودي حل ضعفي وهنكون دعي وحفظ ما يمنكره مركب حال الرباء إن دك دكتو خير كفايدة ستيد دتك هذه يقول قع النقطة إني ودك دكان عماش ورولاكسن وها 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 كبير ما يو إليه روح الجدية الجدية جدية هي في الفرعوني أي إليه قف مركب إصبره إنه خير كودك دكو وها صاب حيسا إنه نقض قف منضبط وهذه يقول عماش سؤالين هين وعسكك على داتسن يقف ندام سن أو أدق دق خيرك أو وراقي سنوشي سحداء دويو سفع رقب صلايو نقرية تنافسك لو تنافسو لو دق دق لو برتمو حيابا خيرك ودرجاتك السراء هي فضلك السراء إلهي قرآن كي سوضتك كبوري ليو والسابقون السابقون أولئك المقربون وعوي ينكوا ليريي خيرك أدق دق كواس وأكوي لدويبا لله سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم نكس كفر استي جهاد كفر استي وعردار هيسا يرقى جهاد يقوبا عدو يقال للجهاد وما الكودة ينفتو ذكوجة مصر نبا إلهي سبحانه وتعالى وحاك الله تلمامي فتح مكوع كوري رقي جهاد محام كوري مالك بحيي نفتو ذكو جهاد إن رجي كدم بيه وقتي فرشدي مكلا فرطي أنا يسكو أجر هين يضم دول بحسنات لي ياي أدنا وحوي يا هرين تا أي خير كوه ريين بيكله مارتي شرفت زيادة دعا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى بولا سبحانه وتعالى مركا هرين تا خير كالله هرين لو دق دقوه وحويان أمان بضم بإلهي وآيات أساط السنيسة وحا إلهي كو أماني تنافسك إيا خير كولو برتب الله ديريو أم أصحاب دي رسولك إيا مؤمنين تي موحدين تايد بإلهي كو أماني مركز سؤال لليهي إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون بأله سبحانه وتعالى وهو أما أسخصوا ورمي صفاتك إليهين تدك مؤمنين تألك يابك وقوة لك عبصنا يبغين تلقيها لي وقوة إله سبحانه وتعالى رميسا وقوة إلى الله سبحانه وتعالى وشريكي إليهين وقوة بحين يوح إله سبحانه وتعالى السيئي يدو لبا بغدنا يكوشرتوه وقلت بقيسو أي بحين أيان وهي الله سبحانه وتعالى السيئي وحاله أولئك يصارعون في الخيرات كواس وكوا ودك دقا خيراتك يوحيابا فعلك وناكسا يعماش صالحاتك كوا ودك دقا ويانبولي الله سبحانه وتعالى مركاتاس وحيط سنيسا ترافسك إنو يهي صفاتك ضدك موحدين تول وناكسا تفاضلك يدرجاتك الصراء جنة لبوه ليوه وحي كل حرانتهاي مربى سيدة مارتي عملك أي خيرات كله قد قدبوه وضدك مؤمنين تا أصناف بإلهي كدير والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم مركا كوي ودك دي خيراتك كوا سوا كوي لدوي كوا أصحاب اليمين لهذا أجريقنا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين لكن رقى السابقون تا يا خير كودك دي ودي رين يقاركو دا إما دا كوفا سريان
وننكا هو هدي جور صلاه جمع وسو دغدغه او كسو جرماده صلاه وا كو جهاد كو دغدغه وا كو عمل كستو خير يا مركه لا قواني حق وراء كو نو عاسا اي الهي امانه وا كو لا دوي با لله سبحانه وتعالى وانا دغدغاسنا واتين اخرين وسارعوا الى مغفره من ربكم يسابقوا الى مغفره من ربكم مركه جنده وها هو رينيا او مدانيا ضدك خيرات كو دغدغه وديري كو كدنبيا اصحاب اليمين كو دودو على خيرك كميدا وينا مرصاد الله بإيمانيا ومركب عبد الرميسة كلما لكرا ديري يو خير كالله قفك خير كبتصدا إطاعتي سوى بدنتاي وإخلاص كيدي خير كيدي بدنياي كاسي قفك كالوا كهريني وأهل جنة نفتو دا هي درجات كلا ورسولكم عدت المامي أهل جنة إن إسكت داوانا يان قرال منظر دا السرع أي قار كت داوانا يان سيدة محام كلا دا قفك مركو سمد إيه هبينكي وحدك آدو إفتين وين وكاي سوين يهدنا كفو قادي حقا قرحك صوبحا أما حقا بلدعا وكاقا بلداما يو سيدا سلم دا أي قفك مؤمن كا ولا ليه سقار كم دا وميرا سرسر كاركيا ولتفاضل ما بينهم كلا فضلان تاي كلا فضليين مركز وحيلا رسول كلا هدو تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غير منازشا ركال كالا قد داوانا يو سيدا حدك ميرا سر كيف يا ماشي فقط لقد داورا يو وانت كريك لوجرا وعوية وانبياء منازشه ودي مركز سوري رسولك صلوات الله والسلام عليه والذي نفسي بيدي رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين ورق إلهي رميي والله سبحانه وتعالى إبانك سلقاه علي رسوشين رميي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم ويحشرنا معهم إلهي إنه نرسو حشريو ورقى الله تلمامه تلمامه عليه نعم يا الله أين إلهي ويدسينا سبحانه وتعالى وها كتسينا يا فضلك يا خيراتك أي مسابقات خير كلو برتب الله تنافس على داعي قفك خير أمدة تسالي أو خيرك وبري أما تسالي في عنا خيرك الله قد ضيدي وهو هنا يا عدي كذا يا تاجر كيدير وعلي يا لو كاقولي سكذا يا نيا أنا وحلا لك النقصان من oo rasuulka sallallahu alayhi wa sallam alayhi maalmaha kamida niman reer mudar aha oo fuqara ah duruftoodu adag tahay mariye jaxjaxan sita aad xaaladoodu kala xun tahay ba rasuulku sallallahu alayhi wa sallam alayhi dadka la hadlay oo yidhi marka lagu sadaqadeysto oo dadkan maalintii hal la siiyo nin waliba uu ceeli karo ha bixiyo markaas aan nin baa wuxuu la soo kacay yaani maxaan ku dhahdaa kiish weyn oo lacay ka buuxdo lacagtu waa yaas وعي ذهب دينار دينار يدرهم بي هيت ووح ميزان لو عرص ومعان كل قطاطيعة وراقان ينور كان ما يهي وقتك مركا كي شوين بسوقا دو عليس كي سعادادو يا بيسو مركا سار رسول كوجي سعادو يفاي منك سحولا وما يشعر لغي يوانا قيدا يفربنان تو مركو أركي مركا سعادت كيرا كوطايد منك العقد فربنان بعشي وعلا كوطايد هذي يقول نهدي دادك الهور قادو وعوي دادكو اسكو طايدان مركز رسولك لمن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أزارهم شيء أي رسول حديثك إمام مسلم باوريي مركز قفك إسلام قديسة شيء ونأكسن سنية أوجدية معنى شيء مشروعة dadka u bilaaba waxa rasuulku leeyahay ajarkiisa buu leeyahay iyo cidii ku raacday ee ku dayatayba iyadoo aan waxba ajarkii laga nuqsaaminayn kii isaguna bixiyay taas markaa deercad waxay u tahay in xitaa khayrka uu degdegay laga dayanayo iyadoo ku dheeda inuu xasanad fara badan iyo ajar fara badan u keelayo waxa macruuf aha iyadoo ku dheeda rasuulku maalmaha kamida isagoo saxaabada la hadlay inuu yidhi ummadayda waxaa kamida 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب تضبات تقنبا وحي قليان جنة حساب لآن يا عذاب لآن بي قليان عكاشة ابن محسن صحابي قلوا لنجل أبو عيلي جانس كورنا يريك فايدس ادعوا الله أن يجعلني منهم وجانس الله مني فرصة ولقى فايدس نية ودق دق خير رسولك إلهي إلهي ويدي إن كم من نقضه قال أنت منهم كم من باطل من كلا يسير أنها كتبتك ثم قام آخر قال
قال ادعوا الله يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة ولا قديري أو شو خلاص عكاشة كقديري مركب عويان خير وبرتن كيسة يودك دقيسة وهو عيابها حديثة سيبوهن يسوع تنافسكم مركب والله بقى يبوط أو مد محمود أو ناقصنا وكاين هذا كهذا لنا أو ضدك إلهي وحي وكجر عارين نقول أيوة أو إلهي الجنة سلوه هليو دم دافك سلوه هليو جعلك سلوه هليو إن لو دك دقو وطاعت وإكاه الله يسوع وفي ذلك فليتنافس المتنافسون من أول مذموم ونص صعيسة وكهل دونا مركب الوجوب أي نصاب عندك هنا سلف كي أي ودك دقي شرين ويا هيد ويا بها شعار كودها أما تلمان تأذوا مقتدي وحكم دا صلاة دا هي صفك كواد ولودك دقو وشعارك يا علامة دا أذوا مقتدي زي سلف صالح صحابة رسولك ويا إلهي بوعلي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صلاة وحي إلهي كدقي يعني شيء وقت مضلة وقت يدقو أن يهي وحي إلهي كو أمري إن خير كودك دقان فاستبقوا الخيرات مركز سوح رسولك لي صلوات الله والسلام عليه وسلم كبوريني لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتبة والصبح لا توهما ولو حبوا هديتك أيوان لهايين صفك كواد أجرك كتيرة إيو آدمك أجرك كتيرة مركا لأديم أيو دبا ترى سكر أن لقوه لأن قرطور مو يعني نو ولي بوركو قاد أجرك ما يجرك كتيرة أنيقا أديم أيا أنيقا هلك ورقل أيا ومركا سكر أن لقوه لين إن لو قولي في تمو يعني ولو قولي طور الله خيرك ما يجرك كتيرة هدي وقال لهايين شرماد الله شرماد يا سرادة أو دورك وقت يسور للتقيو أما ما أردك الله هذا لو كعيو هدي وقال له أي واحد كتير أجر خير أو لاستبقوا له وبر تبي له هدي وقال له صلاة عشاء يا صبحة واحد خير كتير لا توهما ولا حبوا يا وحبتك صعد وجرجر ليا سكر هدي كنت يكير ويان جرجر شيء حبتك صعد بيكون من الله هاين أي الرسول كل صلوات الله وسلام عليه توجيهات كنوع عازي معاني داس والرسول كوشة جي صحابة أي فهمين أو قاتين مركز وحي هاين نبأ عليه هبل قداد كيس موي وحكرا ما أرقب أنت أصوص النضوط هل كقداد كيس موي مخطط يعني سو سبقه ربي تاقي سوى البلوغ النيرين وهو تاقي سبقه هوري مركا وحي هاي وحي هاي كنت نفسه جرين ودق دق سبقه هوري هي جمع إيمات الكيس وحكم دا التنافس في الجهاد بالنفس مركا جهاد كا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله إن مركا الدين تو إلهي كالي إلهي انت أسوغنا نيسو إن جهادك صعده وحيابها لقو بوريني أهيد مركز سأل لو حكوة الربعين إنه ولي بنفتيسي وقوبتك يعني إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلهي نفت مؤمنين تا نفته دي بكيب سدي جنة لقيب سدي نفتي باس العادية بضاعة قوبتا لكري ونفتي وحالا سيسرية وجنة دي ما هي سمينة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل مركب عويان ويدقال ميان ونفتودا أي مارد وحبي الله ينيان ينوى اللدي ليا وبلا إلهي سبحانه وتعالى وقاضي وعلى ذلك إذا الصحابة حتى أن يرتوا ويكون ربه بين تنافس كخير كالله تنافسي ولو برتميه وكون ربي سيين وحسوه يا ابن العثير معان كل هذا مركب ورميي صحابة يوم أحد إلى أفر يطمان اللي يرى أي الله ريابي أول عليا غزوة أحد ونو لبا ربائي القوبة كغير قاط عبد الله بن عمر وكم إذا زيد بن ثابت أصابة بن زيد نعمان بن بشير زيد بن الأرقم براء بن عازب نو لبا الحر وقوبة ذهر كغير قاط وفر يتمن جري مراسي أهين تقريبا من مكان قان كاري مركزا رسول صلوات الله وسلم دابي سوحاها تدخل كبر التمية الجهات يعني كذا كذا نريد مركز يمدان رسول الله صلى الله عليه وسلم مركز سوء أي كذي ما المال ما كم ترافع إنه خديج بمركز وارك ينوع يا مركز سوء سيد يا يرهية قلاد وطيار كبح مركز سا وها سمرة إنه جندب أو إسنا ربعي إنه قلب عليه ما أدو وكاد أدو مركز رسول كلا أدو نكا رافعة مركز نسق الله حمبارد وخان دجاج ولا كادك استجينا فصحت أقراطي يقول سيدا ماشي نكى إجا تمر درة يعني كل حكم بنبه سيدا يسي
دونك وبل اسك دعي هذا بلاي هذا وحنا وعذرنا تص عركا انت ولا بحا يقولوا كدغان سعود ابو لبدين ومرك لبدين ما سعود مركا وعويان و و وتنافسك لو برتميو خيرك اي جهادك ونفتو اي رباي انكو بخيان الله سبحانه وتعالى دينكيس وهي امام البخاري كينيا ما انت بدر وعبد الرحمن بن عوف باكو رميا لبدي ويرا دليرتا ها او عمرو بن جموح وهو ابن عفراء معاذ او ابن عفراء يا معاذ بن عمرو بن جموح لبدا نباين تقريبا مركا وحي لبا دليرا با هريري او تاغ ماركبوت مركا سميت با دغتا وحي ساري نكو مرادو غوب دغال كو جيرو هديو غار هريراغا عيدا جوغتا وا ديراشتادو دينن ادغو واسكا دخينيا جعشاي waxaan arkay laba yar oo hareeray jiray waxa uu yar maxaa ku soo iskadiyay war midba ila hadlo u yiri adeer ma taqaan abuu jahal balla iska yaraada ninkan iyo laakin waa niman yar oo aan caadi ahayn abuu jahal ma taqaan oo maxaa abuu jahal karabta waxa uu abuu jahal hadaan arkay buu yiri waxa balaniga ah midka inuu dhuka dhaco aan aanan kala dhaqaaqin maanta wuxuu yiri walla wallahi baan ku dhaartay la in raaytu la yufariqu sawadu sawadi hatta yamut al a'jalu minna ina nan ka dhaqaaqay la midka uu ku dhaco weey macnaheed midka ay uu ka galo ama aniga lay dilamaysay aan dilo ninki markaan is haal ma hayraade ila inma al maru bi asgharihi qalbihi wal lisani qofku wuxuu ninku yahay labada yar yar wa qalbiga ya arabka qalbiga markaa geesnimada kama wata qalbiga markaa ninku hayraade la kuwana culus abu jahal qaal jeesh kama sha gaalada wa taba ayu rabay inuu dilo soo dilo oo meel rag buu baarsan yahay kiika wadna maxaad rabtaa isna intii lag buu sheegay warninka sheegaysan waa ninka fartaan ugu fiiqay Soomaal saadeey dagaalku dhex jiro muslimiinta ay leenaya baan fartaa way soo ordayeen ba ma dhalinyara ku dili doonta iyo weel yar ba ku dili doona Abu Jahal ma yeesh kama filan ba de safety markay leeyd darba darba rajul waahid bay markay ku dhigtay dhulka ugu tuureen dhulka ugu tuureen waa lag deeno halkaas ay ku deemay damaan Cabdullaahi ibn Saud ragba dhamaystiray iyagoo ordaya bay rasuulka u yimaadeen markaas sayda nin wali wuxuu aanad dilay rasuulka Ilaahay warkii needii aniga dilay ee nin wal libta boqtay waa nin walbana ku dhufay deena marka markaas uu yiri hal masaxatu ma sayfay kuma war sayfiin ma masaxdeen balada sayfti niga ugu jeer tusa markaas uu eegay markaas uu yiri kila kuma qatala labadiin waa disheen xay ilaahay isaga socda ay waa baratan daayarto ay ku baratamayaan inay cadawga islaamka iyo raga diinta ilaahay ka hor yimi ay dhibaatada ku wada inay ka baydhiyaan wana ka mid tanaafuska wa ka muuqanaya tanaafusku marka dhinka laga eego xagga jihada naftiisa fil jihad bil mal xoolaha ay bixinayaan oo ilaahay darti u bixinayaan oo ay ku jihadayaan waa waxyaabaha saxaabadu iyo salafku ay ku muuqdeen oo ay naftooda iyo maalkooda u bixinayeen Umar ibn Khattab radiyallahu anhu maalma ma kamida wuxuu yiri horta booyaan maanta iska reeba Abu Bakar Abu Bakar maanta wayan iska reeba in badan baa wiilkaasi maaragtay meel badan dhaafay maanta meel baan ka soo haray waxa la bixinay marka xoola bixis baa la iska raba iyo jihad lagu bixiyo xoolahi intuu kala baray buu bad meel goobta ka rasuulka u keeray markaasa wuxuu ku yiri rasuulku ma abqayta li ahli maxaad maxaad keentay maxaad keentay wuri markaas uu yiri jiitu binisfi mari maalkayga badki baan keenay buuri markaas uu yiri Abu Bakar wadagu maxaad keentay markaas uu yiri maalkayga dhamaan keenay buuri مالكي بوان ودا ودا فما ابقيت يا ابو بكر ما ابقيت لاهلك اهلك ما حد ريبت قال ابقيت لهم الله ورسوله الى يا رسول سن ريبت يا اوشاس انا شكايت ما حولا كاسا هيستاي قوبت دغالن كبخليا مركاس اس دي عمر ما انت كدبدو دب دبايسا اكتادا مركا ديان مكا واخا قادين با اي مو قريس كا هري واخا كميدا تنافس كا سلفكي ay ku baratay jireen at-tanafus fil ilmi ilmiga ay ku baratay jireen oo saxaabada majalka ilmiga aad baa loogu dadaali jiray oo maalin maalmaha kamida rasuulku ayaa ku abuuray markii hore ruuxu tanafus in la baratamo oo xayka loo baratamo rasuulka ku abuuray salaatullaahi wa salaamu alayhi usluubka fiican ee u dhigay markaa wax weydiinayo oo turuqo tadriiska ka hadan qaabka ardada wax loo baro rasuulka ka wakaadaga sax loo baro في صحيح البخاري وحكوا حديث عبد الله بن عمر رسول الله يقول ما 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 كمدا درته وحا كمدا جيد لا يسقط ورقها جيد عليه سوانا دحين وانها مثل المؤمن
وحيا الله من تيقف كمؤمن كوكلة حدثوني ما هي وسؤال تمهيد أسئلة تمهيدية بينها مرك معانا كنت أسكب الحين أيوه أسئلة تمهيدية بين تانو الدلوع العشر كالقالين سؤال هردعة وبقول حالة وينو أرددة ويدية ومسكحة ودوكاشة غيسيو سي أي يعني شدوا انتباه سو جيدة شو حقا يرى صوت شلع عضو بلقات دورية وقال ساو عويني وربال إيه الشيغة جيدك علين سؤالة يدعين مؤمن كباس بركيسا جيدك نوقيت مبارك إيه الشيغة ما هي وقال ساني موري وحلاء ريميل درتي كينتا هي ميلا كتي لي بان نبقيت كل فطي عبد الله بن عمر أضفى ما بضنا وحول جيدك وان قرتي وين تبقيت مريك اللي وشيدو لكن أبي ما ماش فرديا وأبو بكر ما فرديا وين هي بيستير وقع الشوطي مركز أنس كامس مركز دمار رسول كويري وجيت مريتك أبا وحالي أبو سدي سبع عدة وتشعلين وكفي على دوا ويل يسوون وهالك حموقة أبين وحموقة أبا وكافي عين موقة لكن ويل كاقوى كافي عين أنا أخذ عيرك أني ما دورني وقت مدعو تاقي ما هذا شي تقول ما شكت عيل مركز اللي تبعولي يعني قوبت هنا وعضر موجسو وجواب بحسو مركز هذا وكفر حيا وحن كارين هذا شبول مركز رسول كاو شاكي صلوات الله والسلام عليه تاس وحي قدو سريسي مركز النوع رسول كو أبو ريو روح التنافس أو علمي يبرى شديسة وكي عمر الخطاب الله حديث كمال بخاري صلى صاري ماشي عوائل المدينة يدقنائين يسجعين الأنصار تكمدا وحي كالتن بيسميني نبما ينو رسول كاو صلى الله مدينة يمادو وعشر كسودة يستو ككير مركز أو خدمة دي شكدي سيقب صدو هذا وتنا عشر كيو صابرتي وشيغه او غارسيو وانو بردتنا او علمي انا وحق دافين ما انت مقنتاينا وهي هيد مركا دادي وناغسن يدغه كوناغسن اي صحابته اي لهاين وها كميد التنافس في الذكر وقيام الليل باوي اني كبرتميين ذكر الله سبحانه وتعالى قران اخرسك اذكارته قيام الليلك ارماس وارماي اديات اي وددالين او كلا ديرينين او وكي رسول سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات كوا كليي او رقي مارت اغرانتو اي دمادين وكوي وكواس ذكر الاله بدنيا اي محان كل هذا ذاكرين تا الاله حصيا كوا سويان وحديث كان صوم الري اي رسول كن مانك فقراء او بري باو الدليل ان مركا ذكر قال ان لبديو تصبيح لا استغفارته معنقو حمد الحمد لله حمد لله وحص الله بديه وحيا هيد وحيا بها ورسوله صلوات الله وسلام عليه صحابة كبرى رجلي مسابقة وعكر كم ذا خير كان قرآن كنفتي سا وذكر إلهي وكم ديا وحيا بها مركب برشدي سا يبردي سلوب برتمي جو رسول كلية خيركم من تعلم القرآن وعلمه كيدنكو خير بدني وك معنقو يدك قرآن كبرية قرآن كبرتي تذكر برية كاسب أيدك خير بدن أي رسول كله صلوات الله وسلام عليه مركز لو برتميس القرآن كلو برن لا أو تذكر لو بري لا مركز عبد الرحمن سلم ميوانك عمر جيسا مدرير يعني ما رد تذكر القرآن كبرية وشقدي سكديك تي كل تذكر القرآن كبره مركز مسه لنا يعني مركز توجيه رسولك بحريه صلوات الله وسلام عليه وعيابها أم بناني لو برتمو وحكم ده التنافس على الدنيا إن الدنيا ده لقبر التمو وهبر باكا قرية بطي هبر باكا بابور بدن هبر باكا العق بدن هبر باكا قرية بدن أرمها النوع سبرتن كيدو ومذموم شيء الأمانة وشيء اللي قد يقيو ورسولك حديثه وحكوله فوالله ما الفقر أخشى عليكم الله أنكو دارته فقر إذن كبغي مايو ولكن أخشى عليكم أن تبصد عليكم الدنيا كما بصدت على من كان قبلكم إن أدونك الله يدين في ديو أو الله يدين واسعيو سيدتك يدين كوري لو واسعي أو فتنافسوها أدمركا كبرة تنتان كما تنافسوها سي كبرة تبين وتهلك كم كما أهلكته تبتنا أي مارة تيدين هلاكته سي كورة أهلكته أما وتلهيكم من المشغول سو كما ألهتهم رواية قاركو مركا وعويا أدونك كبرة تنكيسة يمحان كوراي سوفان كيسة أرنتا سيدوا مذموم إنه ونواطين كم مشغول صنع أي أو واحد لقوا برتبه يؤدون يده هبليان وكال حول بدن هبليان وكال عق بدن هبليان وكال طمر بدن هل كان سبب لقوا مشغول صنع أي رسول ما علم الماء كم إذا في صحيح مسلم حديث قصوا عن يا عبد الله بن عامر بن عاص أي أبو رسولك إذا فتحت عليكم فارس والروم وردير فارس والروم والله ما دي قال أدونك الحق بدنا
تير فاجر رور مدي ليدين فركات كاتان أي قوم أنتم ما عندهن تان ما عندهن تان ما عندهن تان رجع دون مسرق آخره ومعناه لو كذي بمن نو مركو فسره وعلي جاي وعيد هذين نقول كما أمرنا الله وعيد هذين وحن وحن دونا سدي إلهي سدي إلهي نبويدي سدي إلهي نفري ومحيط هاي إمام النووي يقول نحمده ونشكره ونسأله المزيد من فضله إلهي بانو مهدينا إلهي بانو ديرد ويديسرينا مكاسار السجول أو غير ذلك ما يوحدعك ساسعنا نغطان تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون ساسوا رسولكم ما وادبرت تميسا حولها فرابا مالك عشان بعد كبر تبي دونتان وكار ديرين دونتان دبتنا ويس حاسدي دونتان دبتنا ويس نعي دونتان وكال جيسان دونتان ومرة الحشاحة لعمرتو ننكي أركي ننكي ويالك معانقيك كالي الحشاحة لان احمرين بول الحشاحة لو ايان احمرين سدا يسمي ما رولون كذين منكاس الدونك مرة ديلس وقبتو دي وحا بحيسا أخوة دي وارتي نما دي اسجعائل كوا بحيسا دبتنا ويسو لبرجين دونتان دبتنا ويس نعي دونتان بولي وتلمامها هي علامتها اللو قرن يقف كني إنه أدونك كبر التميين كان محاله قرريا وحاله قرريا ورأي حال ميرتي مخده يرادو ما شوك هلابا ما شوك هلابا دار يلعق يوح هلابا واسكا قرريا اسكا شخي سماع تاسو عالم الله قرريا لن أدوني كريم بيهي هديو كعرون يو آخرة لقلها الله يا خير كلاقو بورينا يهدو نعيو دي ديهي وعوه يوانين أدون ويحسي الله تابتو دي دي هديو محام كل هذا ننكي وحدير ونعي على دين أيوه وتشعلي هينو أمس وقاله أما وسوا كحو على يراده أرين تازي كجرتو وين الدنيا وين تنافس الدنيا كجرا مع صلاة قادنا يا هدي محام كل هذا هدي حوله كير لمان أنا مركا كرة لي أنا أو يحكي لهم يك عطوا إيوه مراد الله إيوه وما أدري لك أي كل عيسو وين الدون برنامج كمركا هدو هدي يقروه كشيكية أما وكم مشغول زي يبا إنه يا حقاك خرج كي العقد يا دويون شكل سوي تاي ونقول يا وين أدون شعر مركات الماما ولا قد حيي وهي بقى تنافس كوسا الله قلين وين حمان تي الذنب دي قال تنافسه أو قال لماذا يا معاصي ذا يا ذنوب تا إن لو تك دعو الله كلا ديريه وارن تي يدون حاران تا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لا يضر الله شيئا يعني كم روي قلين كوا قال لماذا تك دعيا إلهي سبحانه وتعالى وحيي لمايان وقف كنت صو إسلامي هو صو إسلامي وردوبي أيها مركا على التلمامي يا بالليلي يا أيها الذين آمنوا لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وكأن الله سبحانه وتعالى ترافس كباطل كوحكم إذا سدحون لوبر التميو إن تدك قاركود مارك تلومين تمومين تلومين أيان إي إفساد نحو تأيديك أيان أي كشق أيان ونوع شرعه الله تعالى ميوان إبليس شقديسة يضادك وكشك يستي حركة وضاديه وهي إبليس وهي حديث كصحيح مسلم قصه كان أيه وعليه إن إبليس يضع عرشه على ماء ثم يبعث سراياه ومقال وحود دقاء بضاها يميلها بيها أبو قدس عرش بكل إياه هل كاسو عيدة ملكة كالدراء فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة منك وقوم منزلية وحويان وأنك وقوم فتنة وين مركا مدبا إيمان إياه إذا ما ضدري إبليس كم إذا قصوا حورنا يا فعلت كذا وكذا وحي وحسن سميي متكلورني ما صنعت شيء بقوله روح ما تقبل قصونا يا متكلم إيمان يا قصونا يا ما تركته حتى فرقت بينه وبين مراتي إلى أن كلك حيي سان سقدري سقي حاس كيسي إلى أن كلك فرقيي أو شا كمان من مركز كازو سود وين يا قصوا معانقين يا إبليس قصوا سقطوا يا ولي وكذا يكون بنان نعم أنت نرجعتها وأديك نكا ربي نكا كلا فرقيي نكا يحاسك يسكت رأي كلا دري وأديك رواية قارق في التزيمه وكل جيالو ومعنا قد يسود وينيو يفرين رين وكفر عزيز شغلة قبطي مركا واحد مدا شقير نيتهاي لكن ويفساد كوين كلا قيبين تا وكلا قيبين يور نكا يحاسك يس يسكت رمي شو كجاري مركا وين ويسكت رأي دمي كشقيا ما رك تسكت ركا والتنافس يود دقدقية وهو يواصفاتك الذي دنياي يعني بنانين دتك محام كل هذا ونعكسن هذه قرخة والتنافسة آيات كانوا آخرين نبى لا سوق هذا نيا
تلمامي ليين والخوف من الله قفك هذه يقول خير كودك دقا وقفك الله كعب صنية وقفك محام كل هذا يعني إيمان كوين له وقفك التوحيد كإليه وقونية لي سآياتها سأجمع نيسو إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وقوة بحين يوحي للسيي عائشة ويتسوعد الرسول كلاهو هو وحي أي هيستان بحين يهدر بقية محيين هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر مكاسا كنت خمر عبي أما زني استي أما وحاضي مياه وإلهي دوا تنعب سيكوشر تو بقية مكاسا الرسول لا بنت أبي بكر ما يقولنا أبي بكر ما يا بنت الصديق ولكن الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله وكسومية يا صلاضية يا صدقة يا سرية هدروح كبغية إلهي مكبغية سبحانه وتعالى وتروح ملقا أقبلي صومك ملقا أقبلي صلاة دي ملقا أقبلي زكاة دي ملقا أقبلي واكا كل الشيء يبغين دكو جرتا مركز وعويا دقفك بقية كاوية كدقدقة يا خير كو دقدقة وعويا واكا توحيدك إلهي كلي عابدية والذين هم لا بربهم لا يشركون هو رب ودارو شريكيين وقوة قرن يقيمها وقتها ووقته الحسابية ووقته الكوبية قرن وعمر الكوبية قرن وقواس قوة محنك لها كفا إذا يسرية يودك دقية خيراتك وقوة العزيمة الصادقة قواسك الرنطة يهمدها صري يفرش العودة قوة له قوة ويان وعويان قفك إنه مركز توقف تلقلو ددالك سمايه نفط ولا بركة أو كلما الدال برتوا وجهود بدنا نكون بحيسه مركز دم نفطري وإلى اليوم يسا وحين قرر يسا نف مركز هينة ووحير أضرطبة أضمر سينكرتو سلامة الصدر بس فدولة لا بتدوا لا في يوم ومسلمين تا بقطع روش ومسدان إد حاسد مايان إد نعمايان قلب جود وقلب نظيفة ورحمكم صيحان نعي مسلمين نعيم وصيحانيان وهوي وحقدي يو رحمه ودن قلبه وهو كان نظيف هو هو إلهي سبحانه وتعالى سينيا تنافس كي في الفرعونيدا يا خير كلو دغدغو وهو صفات كود وها كميدا الاقتداء بالصالحين يعني وهي كو دير هذه قوتها الصالحين تا يا ددك موقدا اي خير كو موقدا ددالك وين سميا وارغا كو ديدا صفات كاس ايليين وحيابها عوائق دا اي سر تاغيا ان قفك خير كو دغدغو وها كميدا فساد النيه نيا حمانتا كاميدا واي نيادو وماشي وحكان صحان انما الاعمال بالنيات وكان رسول الله صلى الله وسلم عليه مركا قفك نيادو ساتي حماتو جيركونا وهم با كدعي يا كسل او ماشي وحكا كعيان يا همدو يو ماركتي في فرعونيدو قلبي كايمانيسا مركا قفك قلبي كجيران يا قلبي سوان وعنين يا معاصي وي كبر سنتي قفك اسي مركا في فرعونيه المايو عائق يسر تاغي إلى قفك وخيرك وددارو الحسد بين المتنافسين إن إسح أي حاسدان وضد قواد يقول خيرك إسكو حاسدان حسد كنا قفك نعمت إليه قفك لا سيئي أما علمي هذا أما لا هذا أما عبادة هذا وحي لا سيئي واتشعشاي إن لغا قادو واتق الله وصيه تاس أي مارت حسد لإلادا مركب وحويان وحالت كين كرته إن إمحان كنا قفك و دقائق وادو او خيرك وكشقي وادو وعكمدا التصويف والتباطؤ وان قبن دونا برنتان سمين دونا هدا اسكيرنا سنيا وحوغا نفتر يرما وينيا ويرما دارنيا هدا بان خيرك سمين دونا تصويفك سوف وان يلي دونا وان سمين دونا وبضاعة العاجزين كو عاجزك وهانك وهاس كو دعي شقدو دويان مركا سوف وان كتكتا هدا واحد قبسن كارت قبل هدا نوشاي هدا تاغنتاي حلقا يا ساعدا يا وقتك جوجتو حلقا بوخي وحا كا دنبيا ساعدا سو سودا ادي غعنت كوما ايسيتيد وحا نوقن دوتا غرميسيد marka waxaa laga rabaa in aad jaaiska ka faa'ideysato waxaan ku soo qulaasayneyna waxaa la rabaa in bishii Ramadaan khawaatimteedii baan ku jiraa oo ayaama yar oo 7 maalmo taqriiban ama ka yar ba dhiman waxaa la rabaa marka in la baratamo oo khayrka loo kala dheereeyo quraan akhriska loo degdego يعني دعاء يا ربي بارك إلهي لبريو وقفكو ده وقت ياش ولاكسن زمن كوا زمن فاضل أو ولاكسن أي أيامها هي هبينة تاني
وخير بدنيين إن رب قادناها وشيغته وإلهي سبحانه وتعالى بريد أطبادس وإلهي ويدي ستيد وحيابا إلو دقدقا مضان وبرشادة لبضان باهي ستا برشادة صوماليات تفرق إيا خلاف إيا علاد إيا إسنعيب وماشا ألقا دكتاي ونفورك أوي شيء إن كالفردان إن الديار قبيالة ملك كسر اسكو ديليو أولا اسكو عيستو أو حالي سوق قرين أولا اس ديليو وادارك إسا خواتم كاسر لليه تطبال الله إنيا لما تأذو فربضان أو محان أباد وطن كتال الله وعلو بهاي مركة قف كستو أو مسلمين ودداله أو إلهي بري أمدان إلهي رسوه أجيو أو كسو دبالة حق كسو دبالة أو أي قرطو ربي قد قرطو أو حقوق دكاد حيث دحيط أي قرطو أو دنت يد أي قرطو إن دعاة الله درصده وأن قفكو نفتيسا يمارت كالي يقوكو أبنانين المسلمين تسيخاسا يسعى مبا وقدر عيو ووحيابا رأي الله إيريو لو برتبع أياما كان صلاة دا هبين كلا تكون يتراوح دا قيام الليل كا إن لبتصده ولقد دار أياما هنير ومارت لتشوكتيو ووحيابا أباهرين لو دقدقو ومضان إن لقا فايديستو وقت وانو كارلو من قرآن كاخرين تيسا ذكرية تصبيح دا استغفار دا تمدا فلاد ويدسنتو أذكرتو عربة كويسو أرماها صودان إلا ودير أيو أي نقدر دار مينا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.